السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين دين عظيم، بحمد الله يجذب بنفسه إلى نفسه، فنجد بتوفيق الله تعالى ومنه وكرمه أن كثيرا من الناس يقتنعون بهذا الدين العظيم فيدخلون فيه عن طواعية وقناعة. ولكن السؤال، كيف نتعامل مع المسلم الجديد؟ نقف بمشيئة الله تعالى اليوم في حلقة قصيرة حول موضوع كيفية التعامل مع المسلم الجديد. هكذا كان رسول الله يتعامل مع المسلم الجديد. لقد ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم هديا نستنير به ونتبعه في جميع أمورنا، ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه في التعامل مع المسلم الجديد أنه كان يراعي حال المسلم الجديد ويراعي نفسيته ويراعي ظروفه ويراعي مستوى وعيه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهم، لأن الداخل في الإسلام كأنه مولود جديد، وحال المولود أحوج ما يكون إلى الرعاية والعناية. وهذا الدين متين لا يغل فيه إلا برفق، ولا يصح أن يكلف المرء ما لا يطيق أو يشدد عليه في بدء الأمر. ومن أبرز سمات هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المسلم الجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الداخل في الإسلام بأن يغتسل ليحصل بذلك على الطهارة من أدران الكفر والمعاصي، وكناية عن الانتقال من طور إلى طور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتخلص من كل ما يرمز إلى الجاهلية وإلى الكفر، لأن الإنسان إذا ارتبط بأشياء تذكره بماضيه قد ينجذب ويرجع إليها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر على الداخلين في الإسلام، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بمغفرة الذنوب السابقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المسلم الجديد يبشره بغفران ذنوبه وحصول الأجر من الأعمال الصالحة. فقد كان من هدي خير البشرية في التعامل مع المسلمين الجدد تبشيرهم بثبوت أجر الأعمال الصالحة التي عملوها قبل الإسلام وتبديل سيئاتهم إلى حسنات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف من أسلم بالمال والمعاملة الحسنة ليكون ذلك سببا لثباتهم على الإسلام. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقبل من بعض المسلمين الجدد ترك بعض الواجبات لمصلحة يراها صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج معهم في الدعوة إلى الله تعالى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المسلمين الجدد. صادق الأقوال والكلمين.